اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب في هذه الفقره بالدكتور احمد ثابت. هنتكلم عن اهم الارقام الخاصه بلاعبي النادي الاهلي بعد هذه المباراه. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ تمام. يعني طبعا. كلامك امبارح والنهارده على فريق انبي هو ده اللي حصل تحديدا تمام. اثناء المباراه وده اللي كان بيتكلم فيه كباتننا الكبار كابتن فتحي وكابتن بلال وكابتن تامر. ولكن خلينا بقى نروح لاهم الارقام والاحصاءات اللي موجوده لهذه المباراه بالنسبه للاعبي النادي الاهلي عشان نشوف هل اللعيبه كانوا وحشين ولا كانوا كويسين. طبعا في البدايه مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، ده الفوز الخامس على التوالي، فوز مهم جدا بيبعد النادي الاهلي في صداره الدوري عن اقرب المنافس مثلا نادي الزمالك. انت بتوصل للنقطه 73 بفارق 7 نقاط عن نادي الزمالك، بيزود الضغط ونادي الزمالك لسه له مباراتين بتزود الضغط عليه، بتقرب اكتر من الدوري. الفوز الخامس على التوالي بعد الهزيمه من بيراميدز بالتاكيد يعني فوز مهم. بالنسبة لأبرز اللاعبين النهاردة، في لعيبة قدمت مباراة كويسة جدا أكتر من لاعب. يعني رقم واحد أنا من وجهة نظري شايف أن رمضان صبحي أو بالأرقام يعني رمضان صبحي قدم مباراة كبيرة جدا. هو شارك في الهدفين، شارك في الهدف الأول أنه هو بذكاءه أنه هو ما تحركش على الكورة وما وقعش في التسلل، والهدف الثاني أنه هو صنع الهدف. نعم. يمكن رمضان لعب 90 دقيقة. هقول لحضرتك برضو على الايجابيات والسلبيات في رمضان تحديدا، لو طور السلبيه ديت اعتقد ان هو هيبقى افضل لاعب في الدوري. رمضان لعب 90 دقيقه صنع هدف اللي هو الهدف الثاني. رمضان اكتر من قام بمراوغات ناجحه في المباراه كالعاده، 4 مراوغات ناجحه. رمضان ثاني اكتر لاعب راح بمحاولات على المرمى، راح كام محاوله؟ راح 3 محاولات على المرمى وده رقم كويس جدا. على فكره رقم واحد كان السوليه، راح 4 محاولات على المرمى من 18 محاوله عملهم النادي الاهلي. تاني واحد رمضان، يعني في هذه المباراه النادي الاهلي عمل 18 محاوله. 18 محاوله السوليه على المرمى. على المرمى؟ لا مش على المرمى، محاوله بصفه عامه على المرمى 8 اون تارجت. رمضان عمل تاني اكتر لاعب عامل محاولات بعد السوليه، عامل 3. نعم. نسبه دقه محاولاته كام؟ 0. يعني ولا محاوله من رمضان عملهم كانت صحيحه. فدي الحاجه الوحيده من وجهه نظري او الحاجه الاولانيه اللي من وجهه نظر رمضان محتاج يطورها. تاني حاجه رمضان تاني اكتر لاعب صنع فرص لزملائه، صنع فرصتين. رمضان تاني اكتر لاعب عمل تمريرات، يعني اكتر لاعب لمس الكوره في الجبهه دي. يعني في المباراه النهارده علي معلول ورمضان كانوا عاملين جبهه قويه جدا ولاعيبه تقيله. يعني بصراحه رمضان تاني اكتر لاعب قام بتمريرات، عمل 44 تمريره بنسبه دقه 89%. رمضان كمان كسب التحامات كتير جدا وصلت ان هو قطع الكوره 7 مرات. رمضان يمكن السلبيه الثانيه ان هو اكتر من فقد الكوره 8 مرات وحصل على خطأين. اذا رمضان قدم مباراه كبيره على المستوى الهجومي، ان هو ايه؟ ان هو صنع هدف، تاني اكتر لاعب صنع فرص، تاني اكتر لاعب راح على عمل محاولات على المرمى، اكتر لاعب عمل مراوغات ناجحه. كل دي ارقام مميزه جدا لرمضان، غير ان هو ساهم في الهدفين، الهدف الاول زي ما قلنا بذكائه ان هو ما وقعش في التسلل وسمح لحسين الشحات ان هو يسجل، الهدف الثاني ان هو صنع الهدف. دي كل ارقام مميزه لرمضان، ولكن الحاجات اللي محتاج ان هو يطورها هي المحاولات على المرمى. قلنا 3 محاولات ولا واحده فيهم اون تارجت. الحاجه الثانيه ان هو بيفقد الكره كتير 7 مرات، ودي طبعا لانه دايما رمضان بيعتمد على المراوغات. تمام. ده بالنسبه لرمضان صبحي. تاني واحد او يعني من ابرز لعيبه في المباراه هو جندي المجهول، ايمن اشرف. ايمن اشرف قدم مباراه، انا حاسس ان ايمن نمره واحد. يعني انا وجهه ايمن رقم واحد طبعا، لان يعني ايمن قدم مباراه رائعه، قدم بالارقام حتى بالارقام اهو. يعني ايمن اشرف لعب 90 دقيقه. ايوه احنا بنعرض الابرز، يعني عدد التمريرات القصيرة لأيمن أشرف 32 تمريرة، ال 32 صح بنسبة دقة 100%. أيمن أشرف أكتر من بنى هجمة من تحت، أكتر من عمل تمريرات طولية لونج باص، عمل 12 تمرير طولي بنسبة دقة 50%، يعني 6 من ال 12 صح. أيمن كمان أكتر من قطع الكرات للمباراة الثانية على التوالي، المباراة اللي فاتت كان هو أكتر لاعب قطعا للكرات، المباراة دي برضو أكتر من قطع الكرات 17 مرة. أيمن أشرف أكتر من فاز بالتحامات هوائية. دايما البعض بينتقد ان هو في حته الطول، لا، ايمن النهارده اكتر من فاز بالتحامات هوائيه 5 التحامات. ايمن ما ارتكبش ولا فاول رغم ان هو مدافع مساك طبعا معرض ان هو يرتكب فاولات او اخطاء كتير، ما ارتكبش ولا خطا، حصل على خطأين. اذا ايمن واحد من نجوم، قد يكون هو النجم الابرز زي ما حضرتك تفضلت وقلت. انا من وجهه نظري ان ايمن اشرف واحد من او هو طبعاً الابرز في ايمن ورمضان. الثالث بقى هو برده واحد من الجنود المجهوله اللي لازم ياخد حقه على مدار الموسم، وهو محمد الشناوي. محمد الشناوي النهارده انقذ النادي الاهلي. يمكن انبي عملوا 16 محاوله على المرمى، لو شفنا ارقام الشناوي، الشناوي لعب 90 دقيقه، عدد الانقاذات او السيفز عمل 4 سيفز، نسبه النجاح في العرضيات 50%، نجح في واحده وخرج في واحده بشكل خاطئ. تصدي صحيح للتسديدات 3 من 3، نسبه نجاح 100%. خروج، دي اهم نقطه النهارده، خروج صحيح من المرمى لابعاد هجمه، ودي حاجه الحارس بيطلع من المرمى بشكل صحيح عشان يبعد هجمه مؤثره 4 مرات.
عدد التمريرات الطوليه للشناوي 19 تمريره، وده رقم كبير بالنسبه له في المباراه الاخيره. ايوه يمكن نسبه دقه التمريرات الطوليه بتاعت محمد الشناوي 47%، يعني تقريبا يعني بتقترب من النص. الارقام بقى اللي على مدار الموسم للشناوي، الشناوي النهارده بيوصل للكلين شيت رقم 12 في الدوري، اكتر حارس في الدوري عامل كلين شيت. نعم. عامل 12 كلين شيت. دخل مرمى اهداف، اقل حارس دخل مرمى اهداف وهو 9. اذا على المستوى العام الشناوي النهارده على تحديدا في المباراه انبي خرج باربع انقاذات، وعلى المستوى العام هو ده الكلين شيت رقم 12 كاكتر حارس في الدوري، واستقبل شباكه 9 اهداف بس، اقل حارس استقبل اهداف في الدوري. مين عايز اعرف برضو ارقام حسين الشحات يا انا هعرضها. ارقام حسين الشحات من وجهه نظري واحد من المستويين بيتطور بشكل طبعا جيد، من الايجابيات النهارده، مش اللي احنا مستنيينه، ولكن عنده افضل طبعا. احنا اتكلمنا قلنا قبل المباراه ان جبهه اليسرى عندهم دخل فيهم مزبوط نص الاهداف، وقلنا ان هي ثغره دفاعيه واضحه. حسين الشحات النهارده برضو واحد من المكاسب، لعب 76 دقيقه مسجل هدف، وعلى فكره الهدف ده شبه بهدفه، يعني شبيه بهدف بتروجيت وفي المقصه، في المقصه مقصة. في المقصه دقه تمريراته 90%، دقه كويسه جدا. حاول على المرمى 2 بنسبه دقه 50%، عمل عرضيتين ده برضو من الارقام المميزه، وعمل 2 مراوغه ناجحه وحصل على خطا. اذا حسين الشحات واحد من المكاسب المهمه جدا في المباراه دي، وده اللي احنا اتكلمنا فيه، يعني قلنا ان عندهم ثغره في الجبهه اليسرى. حسين الشحات بصراحه استطاع ان هو في اول ربع ساعه راح بواحده ضيعها، الثانيه سجلها. اذا حسين الشحات واحد برضو من المكاسب المهمه جدا في المباراه. اللاعب يعني كده الخامس هيبقى علي معلول. علي معلول برضو قدم مباراه، علي معلول اكتر لاعب عامل تمريرات في المباراه، وده دليل ان هو يعني لعيب بيبني الكره من تحت بشكل كويس جدا. لعب 90 دقيقه، اكتر من قام بتمريرات 47. قلنا اكتر اثنين لمسوا الكره في الملعب النهارده علي معلول ورمضان صبحي اللي هي الجبهه اليسرى. نسبه دقه التمريرات القصيره بتاعت معلول 95%. تاني اكتر لاعب عامل لونج باص، قلنا الاولاني ايمن اشرف بيبني الهجمه من تحت 12 تمرير، معلول عامل 9 لونج باص. معلول الرقم المميز قوي النهارده ان هو اكتر من صنع فرص لزملائه، صنع 5 فرص النهارده في مباراه النهارده. نعم. رقم كويس لان هو كمان العرضيات بتساعده، يعني هو اكتر لاعب عامل عرضيات في المباراه، عامل 9 عرضيات بنسبه دقه 44.4%، يعني 4 عرضيات من 9 صح. معلول برده من الارقام المميزه ان هو يعني حصل على خطأين، يمكن معلول برده يستحق ان هو يكون واحد من نجوم المباراه. اللاعب السادس معانا وهو مروان محسن. نعم مروان محسن. مروان محسن يعني هو دايما بيبقى مؤثر، حتى قلنا اتكلمنا برضو في قبل المباراه قلنا ان تغييره مروان هتنفع خاصه في العرضيات. مروان النهارده بيوصل النهارده المباراه رقم 16 ليه مع النادي الاهلي في الدوري، اكتر لاعب مسجل اهداف للنادي الاهلي في هذا الموسم بالتساوي مع علي معلول. رغم أهداف. ان هو رغم ان هو بينزل بديل وصانع مباريات كتيره، ويمكن لعب اقل من علي معلول كمان، ولعب لعب 16 مشاركه بس، يعني صنع اهداف 3. يعني مروان مساهم في كام هدف الموسم ده؟ في 9، فدي حاجة مهمة جدا. يعني المباراة اللي فاتت لما اتكلمنا ان جرالدو ورقة رابحة مهمة جدا كان مؤثر، النهارده مروان ورقة رابحة بديلة مؤثرة، يعني مروان مساهم في 9 اهداف، مروان مسجل اهداف في الدوري اكتر من ازارو، ازارو جايب 5 اهداف، مروان جايب 6 رغم ان هو بينزل بديل. اذا مروان دايما بشوف ان هو ورقة رابحة مهمة جدا، بتغير للمدرب التكتيك بتاعه، ان هو بدل ما بيعتمد على التمرير القصير بيعتمد على التمرير الطولي. التمرير الطويل. فده مروان بصراحة يعني اتكلمنا امبارح وقلنا في قبل المباراة ان قلنا ان مروان بديل استراتيجي مهم جدا. برضو البدلاء وليد سليمان صنع فرصه وراح الجون مرتين، عمل ماتش كويس. جيرالدو اذا يعني الاوراق الرابحه النهارده كان كتير. ياسر ابراهيم يعني لو اتكلمنا الشناوي قيمناه، ياسر ابراهيم برضو قدم مباراه كويسه. احمد فتحي ما ننساهوش صنع هدف اسيست، قطع الكوره 13 مره، يمكن الاكثر قطع للكرات كده النهارده ايمن اشرف الاول 17 مره، الثاني عمرو السوليه 16 مره، وده رقم مميز جدا لعمرو السوليه. برضو عمرو السوليه من الارقام المميزه ان هو تاني اكتر لاعب قطع الكرات بعد ايمن اشرف. ايمن اشرف 17 مره وعمرو السوليه 16، وعمرو السوليه راح على الجون كتير، اكتر لاعب في النادي الاهلي عمل محاولات 4 محاولات على المرمى. اذا السوليه قدم مباراه كبيره. احمد فتحي صنع هدف وقطع الكره 13 مره، يمكن هو النهارده عرضياته ما كانتش كتير، يمكن كل عرضياته كانت في الشوط الثاني، واحده بس في الشوط الاول. حمدي فتحي ارقامه برضو يمكن قطع الكره 15 مره لكن هو صنع فرصه واحده، حصل على خطأين. تمام. حمدي فتحي دايما بيبقى مكلف بالدور الدفاعي اكتر، عمرو السوليه هو اللي كان مكلف بالدور الهجومي. صالح جمعه يعني ارقامه اقل شويه، لعب في ال 62 دقيقه اللي لعبها صنع فرصه واحده بس.
حسين الشحات اتكلمنا عليه. على فكره ده مقبول من صالح جمعه ان هو في زي ما الكابتن سيد عبد الحفيظ كان بيقول ان دايما الرسم البياني بيعلى قوي وبعد كده بينزل سنه بسيطه وبعد كده يعلى تاني، فده طبيعي جدا. احنا متعودين ان صالح دايما بيصنع اربع فرص في المباراه بصراحه بتمريراته الطوليه. لما يصنع فرصه او فرصتين في الثلاث ماتشات اللي جايه ان شاء الله كل ماتش يعني يبقى افضل كتير. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور احمد عبد الكابتن اسلام، والف مبروك للنادي الاهلي. الف مبروك، ثلاث نقاط هامه جدا، والارقام بتقول ان النادي الاهلي النهارده قدم مباراه جيده من خلال الارقام اللي حضراتكم سمعتوها من الدكتور احمد سامي. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل فقرتنا الاخيره مع كابتن سمير عثمان خبيرنا التحليلي.